استعدادا للزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، يشارك وفد من وزارة شؤون الإعلام يمثل مختلف القطاعات الإعلامية والصحفية ضمن الوفد الإعلامي الرسمي المرافق لقداسة بابا الفاتيكان في زيارته إلى مملكة البحرين. من الفاتيكان رسالة واحدة تجسد جسور المحبة والصداقة واحترام الأديان. كنا ولا زلنا وسنظل واحة سلام وأمان.